محمد الجيلاني، منسق عام جبهة الطليعة المصرية. جبهة الطليعة المصرية تأسست في أبريل 2013 للمضي قدما في تعديل مسار الثورة المصرية. معظم أعضاء جبهة الطليعة أو بالأحرى كلهم كانوا من شباب ثورة 25 يناير، وكانوا ضمن ائتلافات وأحزاب ثورية موجودة. وعملنا مجموعة من المبادئ، وهي أن يجب عودة الثورة لمسارها الصحيح، فلذلك تأسست وتشكلت جبهة الطليعة المصرية. لجنة الخمسين، بغض النظر عن ان هي فعلا احنا كان لنا تحفظ على بعض الشخصيات اللي موجودة فيها، وقلنا يعني هي في الحقيقة انها بتمثل الأقلية في مصر. يعني معظم الموجودين في لجنة الخمسين في آخر انتخابات برلمانية حصدوا على تقريبا 25%، فإحنا يعني ما بنعتبرهاش معبر حقيقي عن الشعب المصري، ولكن نتمنى منهم إن هم ينجزوا لنا دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب المصري من حرية وديمقراطية وعيشة كريمة آمنة، بغض النظر عن المسميات، ولكن هم في النهاية عندهم منتج ممكن يطلعوا لنا منتج إذا لقينا أو استحسننا فيه إن هو هذا المنتج هو تطلعات وطموح الشعب المصري، هنقول نعم على الدستور. إذا كان طبعا منتج غير معبر عن الشعب المصري وعن عموم المصريين، بكل طبع هنقول لا، وهندعو للمصريين إن هم يقولوا لا على الدستور. لا طبعا ما فيش موقف محدد من حزب النور ولا جماعة الإخوان المسلمين، بس هو التحفظ على حزب النور ان هو احنا حقيقة كصوار حقيقة في الميدان، بقى بعيد عن الكلام النخباوي، احنا مش عارفين نحدد اتجاه حزب النور. يعني في قواعد شعبية في حزب النور كانت موجودة في رابعة، ولها حق يعني لها كل الحق ان هي تعتصم في اي مكان طالما الاعتصام سلمي. قيادات حزب النور هم نفسهم حتى هذه اللحظة لم يعبروا عن طموح وتطلعات القاعدة الشعبية لحزب النور، وهم لغاية دلوقتي لم يحددوا مسارهم اللي هم هينتهجوه بعد 30 يونيو. يعني لغاية اللحظة دي هم ما بين البنين، يعني لسه ما لم نرى لهم موقف واضحا مما يجري من أحداث على الساحة المصرية، فما فيش موقف مع حزب النور، ولكن هو الموقف في المادة 219. احنا شايفين كلنا مسلمين شايفين ان المادة 219 هي يعني ليس لها وجود وليس لها محل من الإعراب، نكتفي بالمادة الثانية مع تعريف الأزهر الشريف او التعريف السابق للمحكمة الدستورية العليا. ولكن احنا بنشوف ان حزب النور عادة ما يزايد على الطبقة الشعبية ان هو حامي حماة الاسلام ورافع راية الاسلام، وان الشعب الباقيين او السياسيين الباقيين غير مسلمين، دي المزايدة اللي ممكن نتحفظ عليها في حزب النور، بخلاف ذلك لا اعتقد ان في اي تحفظات. هو تحالف الوحدة الوطنية تأسس النهاردة، وده كان المؤتمر عن تدشين التحالف. احنا في الايام القادمة هنبدأ جولة في عدد من المحافظات لزيارة عدد من المرشحين اللي هم سيخوضون الانتخابات تحت لواء تحالف الوحدة الوطنية، وبنحاول نجمع اكبر فئة من التجمعات شبابية وثورية وتكتلات تقدر تخوض معانا في تحالف الوحدة الوطنية. في تحالف الوحدة الوطنية في اتحاد القوى الصوفية، جبهة التحرير والبناء الثوري، اتحاد شباب ماسبيرو، في العمال، اتحاد العمال المصريين، وفي أحزاب صغيرة موجودة في تحالف الوحدة الوطنية. أشكرك.